يتجلوا بنظرة واحدة من نور النبوة لا يمسي المساء حتى يغدو وليا من أولياء الله بنظرة. إن عنده لعلم، ولقد كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام. انظر إلى شهادته لبعضهم، من أين يأتي الفقه؟ من أين يأتي الفهم؟ يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت لك؟ أنا أمرتك أن تبقى، أمرتك أن تبقى، ما منعك؟ سلسلة الدروس المحمدية وحلقة هذا الأسبوع مع فضيلة الشيخ محمد الفحام بعنوان فقه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، تأتيكم بإذن الله يوم الثلاثاء عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتعاد في الأوقات التالية.